هي سحر نصيف تقود مركبتها متجهة لأداء أعمالها تنفيذاً لقرار السماح للمرأة بالقيادة. كم مرة شكرت حياة مرور جدة؟ الحقيقة مرور حتى لما رحنا ناخد الرخص ابتسامات وترحيب وروح حلوة ومبسوطين لنا، أكني أم وأكني أخت وأكني بنته، يعني كل واحد مبسوط للحدث ده، تشجيع للقرار السامي، فكان شعور جداً جميل. أبدت نصيف سعادتها بتنفيذها للقرار وأنها أصبحت قادرة على القيادة في أرض الوطن ومزاولة أعمالها بكل يسر دون الحاجة لسائق خاص. كان شعور مرة جميل أنك أنت بتسوق في بلدك وما في أي مضايقات من أي أحد، شباب صغار كبار رجال ستات منقبين مغطين وشهم، كلهم بيشجعوا وكلهم مبروك مبروك، وأنا طبعا أقول لهم عقبالكم. سحر نصيف هي من أولى السيدات التي قدن في مدينة جدة لحظة تنفيذ القرار، بينما تنتظر أخريات إنهاء إجراءات رخصة القيادة ليكن خلف المقود قريبا. من جدة، حنان بخاري، العربية.